ذاك اليوم كنت قاعد فارغ شغل، اجى على بالي ليش الحشرات تتجه نحو الضوء. خلي اقول لكم ليش. سلام، شلونكم اغادي؟ شوفوا حبايبي، ظل هذا اللغز محير الانسان من ايام ارسطو، يعني بقى لغز قديم حيل من ايام زمان. بعدين اجى واحد فارغ شغل اسمه فروست، كتل الفضول مثلي طبعا، قرر انه يدرس الموضوع ويخلي له حل. كان هذا باواخر القرن التاسع عشر، ومن هاي الدراسة اجى واحد ثاني هم فضولي قرر ان يدرس الموضوع ويخلي له تفسير. اللي حط النظرية اسمه فابر، تقول نظريته بانه اكو اشعاعات معينة تصدر من مصادر الضوء هي اللي تجذب الحشرة نحو الضوء. وبعدين تم التأكيد على نظريته لأنه صارت تجارب أثبتت أن الحشرات تتجه إلى حزمة دقيقة من الأشعة تحت الحمراء اللي ما تقدر عين الإنسان تلاحظها. هاي التجارب أجريت على الفراشات. شوفوا أعزائي، أكو غدة موجودة ببطن الأنثى تفرز بعض الذرات الخلية لهدف التزاوج. هاي الذرات بيها رائحة تسمى الرائحة الجنسية، بيها مادة كيميائية تفرز بعض الأشعة تحت الحمراء. هاي الأشعة راح تنتشر في الهواء. طبعا الذكور هي اللي تتجه نحو مصادر الضوء. خطية، يعني المسكين يقضي حياته يتجه لمصادر الضوء حسباله انه هاي الإناث حتى يروح يتزوج وياها. بالمناسبة، ضوء المصابيح من اكثر المصادر اللي يصدر هاي الإشعاعات، وضوء إشارات المرور هم اللي نسميه بلهجتنا ترافيك لايت. طبعا مو كل انواع ومصادر الضوء اللي تتجه الى الحشرات، بس اللي تصدر او تنتج اشعة تحت الحمراء هذه اكثر شيء تنجذب الها الحشرات. هذا كل شيء لليوم، نلتقيكم على خير، وكتبونا ارائكم بالتعليقات. في امان الله.